وهذا كصنيع ابن أبي العز الحنفي لما شرح الطحاوية لم يعرف شارحها إلا في إحدى المخطوطات، استبان لمن في هذا العصر أنها ابن أبي العز الحنفي. وكل ذلك من باب، والله أعلم كما قال بعض العلماء، من باب أنه رحمه الله كان يذكر كلاما كثيرا عن شيخ الإسلام وتلميذه، وكان ذلك العصر يعادون شيخ الإسلام معاداة كبيرة، فلعله خشي على نفسه من أن يلاحق من قبل السلاطين في ذلك العصر.